شكلكم من الناس اللي بيفكروا إنه الطريق ملكهم لوحدهم، ولسبب صغير إنهم بيدفعوا ضرائب. بس لعلمك السيارة اللي ضربتها بتكون سيارتي وهي كتير غالية، لهيك لازم تدفع لي. الأشخاص اللي مثلك دائماً بيهربوا وقت بيتصرفوا بهي الطريقة، بس هذا بيكون غلطك يا مدام. أنا كنت عم صف الموتور تبعي، بس أنتي جيتي وهجمتي وكأنه هي مزرعتك. حلو، كان معي حق، الناس الرخيصة من أمثالك ما بيحكوا غير بهي اللغة التافهة. وإذا بتجيب سيرة أبي على لسانك أنا وقتها هاي على مين عم تقولي رخاص؟ شو صفي شو عم سي؟ ماشي شو ماشي, ماشي أنا بعتذر، ما تؤاخذيني، الموتور تبعنا كمان تضرر، خلينا ننهي الموضوع، فيك تروحي كمان. إيه إيه حلو، أنت مبين عليكي مزوقة مو مثل هالأغبياء. بس مع هيك أنا ما رح سامحكن أبداً ولا رح أعفيكن من التصليح. يلا هاتوا 20,000 على السريع. 20,000؟ سيارتك ما فيها ولا خدش، وفوق هيك بدك 20,000 روبية؟ يا حلو، هاي مو بسكليتي مستعملة، هاي سيارتي وهي كتير غالية. وصلت الفكرة؟ أعطوني 20,000 أو بتصل بالشرطة. ليكي ليكي وقفي لي هالحكي الفاضي، ما بيطلع لك عنا شي. مو هيك، نحن رح نتأخر على المسابقة. لازم تعرفي حضرة الشرطي بالأول ضرب لي سيارتي وبعدين صار يضايقني. لا لا عندي لا استنى أنا بحكي لك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.